نحكي عن المادة الأخرى اللي هي الستانلس ستيل، لكن هذه المادة غير مطلية. مشكلة الستانلس ستيل الوحيدة أنها ضعيفة التوصيل للحرارة، لكنها آمنة. آمنة، لا حاجة للبحث فيها عن المواد المسرطنة تماما، لأنها غير مغلفة بطبقة عازلة، فلا يلتصق فيها الطعام ولا يحترق. المادة الأخرى هي مادة النحاس، وصل جيد جدا وذو كفاءة عالية للحرارة، وهذا أمر سهل وصحية، ما فيش وصحية لا تؤدي إلى تسممات ولا تسرب المعادن الثقيلة إلى الطعام.